هل تشعر بالفضول حيال هذه الرموز الأربعة؟ الله يحبك، إنه يحبك محبة غير مشروطة تماماً كما أنت، لكننا لسنا مدركين لمحبته، وهذا لأن الخطيئة فصلتنا عن الله. دفع يسوع ثمن خطايانا من خلال الموت، وقام من الأموات، وأصبح هو الطريق الوحيد لمعرفة محبة الله الحقيقية. إذا آمنا وصلينا بهذه الحقيقة، فسوف يرشدنا يسوع إلى حياة مليئة بمحبة الله الوفيرة. هل أنت مستعد لتختبر مثل هذا الحب؟ يسوع ينتظرك. القصة وراء الرموز، الحقائق الروحية الأربعة.